بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومشاهدي قناة النيل التعليمية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع تخصص الملابس الجاهزة، وإزاي إحنا نقدر نستفيد منه في مجال حياتنا العملية، حياتنا الخاصة، إزاي أقدر أفيد نفسي وأفيد أسرتي، أفيد اللي حواليا، أفيد المجتمع اللي محيطة بي من خلال المجال ده، سواء كنت مرتبطة بمجال التخصص ده في دراستي أو في مجال شغلي، أو لو أنا في مجال تاني مختلف خالص وحب أن أنا أشتغل فيه وأغير المجال بتاعي أو تكون هوايتي خاصة بي، إزاي أقدر أستفيد منه وأنفع بيه نفسي واللي حواليا. عرفنا الكلام ده قبل كده في حلقاتنا اللي فاتت من خلال الباترونات اللي احنا شفناها مع بعض، وقلنا ان احنا نقدر نستخدمه في مع جميع الفئات سواء كانت اطفال او رجال او نساء. وكنا ابتدينا في الفترة اللي فاتت او في حلقاتنا اللي فاتت عن الملابس الخاصة بالنساء، لان الملابس بوجه عام محدش بيقدر يستغنى عنها. ابتدينا بحاجات بسيطة كده عن الباترون الاساسي الخاص بالكورساج الحريمي، وعرفنا ازاي نقدر نعمله من خلال القياسات، من خلال ابعاد الجسم المختلفه اقدر احول القياسات او الارقام دي الى خطوط طوليه وخطوط عرضيه زي ما قلنا قبل كده، واعمل بيها الباترون الخاص بالكورساج. افصل الامام عن الخلف ازاي، ازاي اقدر اعمل الكم الاساسي البسيط خالص اللي احنا بنسميه الكم التركيب الخاص بالبلوزه او الفستان الحريمي. في حلقتنا اللي فاتت اتكلمنا عن نوعيات مختلفة او اماكن مختلفة لتصريف البنسات الخاصة بالكورساج، وساعتها قسمناها لنوعين، للتصريف او اماكن تصريف بنسة الصدر في الامام لوحدها، واماكن تصريف بنسة كتف الخلف لوحدها. عرفنا ان اماكن التصريف الخاصة ببنسة الصدر موجودة معانا في 7 اماكن، هي في خط الكتف، موجودة عندي في ممكن في حردة الرقبة الأمامية، موجودة عندي ممكن في حردة الإبط، موجودة عندي ممكن في خط الجنب، ممكن في خط نصف الأمام، ممكن في خط نهاية المنتج بتاعي، ممكن عن طريق بنسة ليها مسمى جديد أو مختلف، هي البنسة الفرنسية. هي مش جديدة بالنسبة للمجال النهاردة، لا خالص، هي موجودة تبعا لاسمها، مرتبطة بالفرنسويين، بس هي مختلفة في طريقة تشغيلها أو تنفيذها عن ال6 تصريفات اللي فاتت. وقلنا قبل كده إن الأماكن التصريف دي بيكون عندي ثابتة، لكن مش لازم تكون في نفس المكان، يعني أنا ممكن في الخط الواحد سواء كان خط الكتف لوحده ممكن أصرفه في بدايته، أنقل البنسة الأساسية في بدايتها، ممكن أنقل البنسة في نهايته، ممكن أعملها في خط نص الكتف، تمام، أنا ممكن في أي مكان، لكن الخط هو مسموح أن أنا أنقل فيه. برضو نفس الحكاية في حردة الإبط، ممكن هي مسموح أن أنقل فيها، ممكن أحطها أو أصرف في التلت الأولاني للحردة نفسها، ممكن في منتصف الحردة، ممكن في التلت الأخير الخاص بالحردة. برضو في خط الجنب بتاعي أو الخط الفاصل بين الأمام والخلف، أو خط الخياطة اللي موجود عندي اللي بيربط لي الأمام عن الخلف، برضو اقدر انقل فيه البنسة سواء كان في التلت الاول، في المنتصف او في التلت الاخير منه، وكلها بتديني موديلات واشكال مختلفة، كل خط منه بيختلف عن التاني في شكل المنتج اللي بيطلع. برضو نفس الحكاية في خط نصف الامام، ممكن يبقى في التلت الاولاني، ممكن يكون في المنتصف او في التلت الاخير، على حسب الموديل وعلى حسب الرغبة اللي انا عايز انفذها. هو الاختلاف اللي موجود عندي اللي هي البنسة الفرنسية، ودي احنا قلنا بتكون مكانها في نقطة التقاء خط الجنب مع نهاية المنتج بتاعي، يعني بتكون في الركنة الجانبية للكورساج. وقلنا ان هي جميع البنسات الخطوات بتاعتها حتى في نهاية المنتج بتاعي اللي ممكن تديني احساس بالتوسيع او استخدمها في توسيع المنتج بتاعي، كلها بطريقة واحدة، وهي ان انا بحدد المكان اللي انا هنقل فيه، وهشد خط من نقطة بروز او نقطة نهاية البنسة الى المكان اللي انا هحدده، وشق عليه او اقص بالمقص، واقفل بنسة الصدر
الأساسية بتاعتي، وعادة هي ليها ضلعين، أنا بتني الضلع الخاص أو القريب من حردة الإبط على الضلع الآخر اللي هو مرتبط بحردة الرقبة الأمامية. يبقى أنا بجيب الضلع اللي هو ناحية حردة الإبط بأتنيه أو بطبقه مع الخط الخاص بحردة الرقبة، فبتتنقل تلقائي البنسة من مكانها الأساسي إلى المكان الجديد اللي أنا حددته. قلنا برضو بنعمل لها عملية تعديل بسيط، وهي تقليل طولها أو تقصير طولها، وهو بيبقى بحوالي مقدار 2 سنتي، وبعمل تعديل لضلعين البنسة من جديد علشان خاطر لما انقلها او لما اقفلها ما تدينيش الشكل الغير مرغوب فيه. ايه هو الشكل الغير مرغوب فيه؟ ما يكونش الخط الواصل معايا واصل لحد، او خط الخياطه اللي انا هقفل بيه البنسه الجديده يكون واصل للبروز الخاص بمنطقه الصدر. انا بقلل في طولها شويه، ببعدها عن منطقه البروز عشان تديني الشكل الجمالي المطلوب ويكون مرغوب فيه. نفس الحكايه اتكلمنا عن تصريف بنسة كتف الخلف، وعرفنا أهمية بنسة الكتف أصلا الخاصة بالخلف، إن هي مرتبطة بالارتفاع الخاص بعظمة اللوح اللي موجودة عندنا في الخلف. وقلنا ساعتها إن عظمة اللوح بتكون موجودة في المنطقة العلوية شوية من الجسم، بعكس بروز منطقة الصدر اللي هو بيكون بعيد عن الكتف مسافة طويلة، عشان كده كان طولها طويل. أما بنسة كتف الخلف كان طولها قصير. كمان الارتفاع نفسه أو بروز عظمة اللوح بتكون قليلة جدا، عشان كده بنلاقي حجم بنسة الخلف حجمها قليل. قلنا برضو في عندي أماكن متعددة أقدر أنقل فيها أو أصرف فيها بنسة كتف الخلف. قلنا ممكن في الرقبة، ممكن في الكتف، ممكن في حردة الإبط، ممكن في خط الجنب، ممكن في نهاية المنتج بتاعي، ممكن في خط نصف الخلف، على حسب الرغبة وعلى حسب الموديل اللي بقدر أنفذه. ممكن بستخدمها في نهاية خط المنتج بتاعي، لو أنا استخدمتها برضو صرفت بنسة الصدر في الأمام زي ما قلنا قبل كده في نهاية المنتج بتاعي، بستخدمهم الاثنين في معادلة أبعاد المنتج، لأن في نهاية المنتج في منطقة الأمام بتديني الاتساع، لو أنا استخدمتها في توسيع المنتج في الجزء السفلي من البلوزة الخاص بمنطقة الأرداف فنفس الحكاية بستخدمها في الخلف برضو، عشان بتعادل زيادة القماش اللي أنا ضفتها في الأمام تكون مناسبة للخلف، ما يكونش حجم الأمام كبير وحجم الخلف صغير فبلاقي القماش بتاعي أو الخياطة اترمت معايا لورا فبتديني شكل غير مرغوب فيه. اتكلمنا برضو ان احنا نقدر ننقل بنسة الصدر سواء كان الصدر أو الكتف، ان انا ممكن اصرفها في مكانين مع بعض في نفس الوقت، وشفنا أمثلة على كده ان انا ممكن اصرفها في الكتف مع نهاية المنتج مع بعض، وده بيديني قصة البرنسيس اللي هي من الكتف اللي متعارف عليها سواء في الأمام أو في الخلف. كمان ممكن أقدر أصرفها في حردة الإبط مع نهاية المنتج مع بعض اللي هي بتديني قصة البرنسيس اللي هي جاية من حردة البطن، وبيكون ليها دوران خفيف، وبرضو أقدر أستخدمها في الأمام والخلف مع بعض. قلنا برضو إن احنا نقدر نصرفها في أكتر من مكانين في وقت واحد، يعني ممكن أصرفها في جميع الأماكن كلها مع بعض في وقت واحد، ودي في الحالة دي بنسميها تسطيح للبنسة. وفي الحالة دي بيتحول معايا المنتج من منتج لي بروز أو بيديني إحساس البروز إلى منتج كاجوال أو سيمبل خالص اللي أنا أقدر أستخدمه في التيشيرتات أو بلوزات الكاجوال اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العملية في الفترة الصباحية، خاصة في فترة الشغل أو الدراسة بننجز مع بعض ونلبس حاجة واسعة تناسب الفترة الخاصة بالعمل بتاعنا. ففي الحالة دي أنا أقدر أصرفها في أكتر من مكان مع بعض حتى لو في الأماكن كلها في وقت واحد. برضو اتكلمنا بعد كده مع بعض عن إزاي أقدر أدي شكل مختلف تاني للبلوزات من غير تصريف البنسات أو بتصريف البنسة مع حاجة تاني. قلنا احنا ممكن نقدر نغير شكل البلوزة أو موديل البلوزة أو أجذب الانتباه للبلوزة عن طريق نوعيات الأكمام اللي أنا ممكن أستخدمها. وقلنا نوعيات الأكمام أنا عندي 4 نوعيات للأكمام،
قلنا عندي الكم البسيط خالص اللي هو المتعارف عليه اللي احنا بنسميه الكم التركيب، اللي هو موجود في جميع البلوزات بتاعتنا او القمصان، بيبقى حردة بتناسب حردة الإبط بدوران كده في الجزء العلوي، وخط خياطة واحد في نهايته من اسفل بيجمع لي الامام مع الخلف، تمام، اللي هم الخاصين بالكم، وبيكون في عندي مكان للتركيب هنا اللي احنا بنسميها حردة الإبط. ده بيبقى الكم ده من قطعة واحدة. قلنا عندي في نوعية كم تاني احنا بنسميه الكم الكيمونو، وقلنا ان احنا سميناه بالاسم ده نسبة للمنتج الاساسي اللي هو كان مصنوع بالنظام ده، وهو الكيمونو الياباني المعروف والمشهور في جميع انحاء العالم، وهو بيكون الزي الرسمي لليابان المتعارف عليه. وشفنا نوعية أشكال الأكمام، وهنشوفها تاني برضو مع بعض نفكر بعضنا بيها. شكل الكم الكيمونو بيكون مرتبط بالجسم، يعني مفيش عندي خط خياطة، مفيش خط فاصل، الجسم الخاص بالكورساج والجسم الخاص بالكم كلهم مع بعض قطعة واحدة، مفيش فاصل ومفيش خط خياطة، تمام. جينا بعد كده برضو عرفنا نوع تاني، هو الكم الخاص الرجلان، وهو عبارة عن او متعارف عليه اكتر او بنشوفه اكتر في التيشيرتات الرياضية او الملابس برضو الكاجوال اللي احنا بنلبسها، وهو بيكون عبارة عن شكل للكم ليه حردة بس، ويعني اخده جزء بسيط من الجسم نفسه من الكورساج نفسه. ازاي يعني؟ احيانا بلاقي في قصة عندي جاية في التيشيرت او في البلوزة جاية من حردة الرقبة الى نهاية الكم بتاعي، جاية بخط ميل كده او جاية بزاوية شوية على حسب الموديل، وبيكون الجزء ده كده كله من الجسم مع الكم بلون عادة يعني، وبيكون الكورساج او الجزء الخاص بالجسم الخاص بالكورساج بلون تاني مختلف. ده برضو نوع من انواع الاكمام هنشوفها ان شاء الله مع بعض. في النوع الرابع للاكمام، وهو الخاص بالتيرات والبدل الرجالي او الازياء الرسمية المتعارف عليها، وبنسميه برضو الكم القطعتين، لان هو عبارة عن قطعتين فعلا، في جزء علوي وده بيكون الجزء الاكبر، وفي عندي قطعة سفلية او الجزء السفلي ودي بيكون اصغر. معنى كده ان الكم بتاعي عندي فيه خياطتين، خياطة في الجزء الامام وخياطة في الجزء الخلف عندي هنا، بيتركب مع الجسم او بيرتبط مع الجسم عن طريق حردة الإبط، بس هو مشهور اكتر وبيكون ظاهر اكتر في الملابس الرسمية سواء البدل الرجالي او التيرات الحريم. هنيجي نشوف مع بعض كده، نفتكر مع بعض انواع الاكمام بتاعتنا كانت ايه. زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، ادي اول نوع هو التركيب وهو عبارة عن قطعة واحدة. تاني نوع هو الكيمونو او الجابونيز، وهو بيبقى مرتبط باسمه وبيكون هو والجسم قطعة واحدة. في عندي الكم الرجلان وده بيكون ظاهر اكتر في التيشيرتات، وهو بيكون الكم مرتبط بجزء من الكورساج او متصل بجزء من الكورساج وبيربطه مع بعض عن طريق خط خياطة تاني غير حردة الإبط نفسها، يعني بشكل مختلف عن دوران حردة الإبط. في عندي النوع الرابع وهو الكم التيير او الكم القطعتين، وهو زي ما قلنا قطعة سفلية وقطعة علوية وبيرتبطوا مع بعض بالجسم عن طريق حردة الإبط، وبيكون ظاهر اكتر في التيرات الحريمي والبدل الرجال. قلنا هنبتدي مع بعض باول حاجة هو الكم الكيمونو، او المسمى التاني هو الجابونيز. بنشوف مع بعض كده، نفتكر مع بعض كانت اشكال الكم الكيمونو ايه. ادي الكيمونو الحريمي زي ما حضراتكم شايفين هنا، مفيش خط خياطة، زي ما قلنا الكم والجسم قطعة واحدة ومقسومين او مقصوصين قطعة واحدة، مفيش خط خياطة هنا بالنسبة لي خالص. نيجي برضو نشوف الكيمونو الرجالي، هو هنا موجود برضو عندي زي ما حضراتكم شايفين، وهو مسطح كده كله قطعة واحدة، ما عنديش خط خياطة، تمام. يعني الحريمي والرجالي نفس التفكير، هو كله قطعة واحدة مفيش خياطة. هنيجي نبدأ مع بعض برضو، ده موديل بقى حديث
خاص بالموضة، ازاي اقدر استخدمه في البلوزات الخاصة بينا احنا، ازاي استغله واستغل كمان تصريف البنسة في ان انا اعمل موديل يتناسب مع الفترة الحالية او مع الموضة الحالية، ومن خلاله اقدر اشد او اجذب انتباه اللي حواليا، سواء كان حد في اسرتي عايز اعمل له المنتج ده، او لو عايز اسوق في مشروع صغير او متناهي الصغر زي ما قلنا، ويكون عندي مكنة صغيرة كده وانفذ عليها. فزي ما شايفين حضراتكم الموديل معايا ده عبارة عن بلوزة، البلوزة هنا ده كم كيمونو، ومعنى ان انا قلت كم كيمونو او جابونيز معناه ان الكم والبلوزة او الكورساج قطعة واحدة، مفيش هنا خط خياطة، مفيش حردة قبط زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا مفيش، كل ده متصل بالجسم قطعة واحدة، يعني كلها قماشة واحدة. وهنا استغلوا ان هو اداني توسيع من هنا، قدرت ان انا اعمل كشكشة وضمها لي بأسورة عريضة زي ما حضراتكم شايفينها كده، برضو بتدي شكل جمالي حلو جدا. هنلاقي برضو في البلوزة هنا، لو حد يفتكر معايا ويقول لي احنا كده عملنا تصريف للبنسة، صح كده، تصريف لبنسة الصدر زي ما حضراتكم شايفين. الكشكشة دي انا عايزة اعرف جات لي منين، انا عاجبني الموديل ده وعايزة انفذه، طب الكشكشة دي جات منين؟ هنقول احنا خدنا تصريف البنسات، تمام، اقدر اصرف بنسة الصدر هنا في حردة الرقبة، ومعنى ان انا اجيبها في حردة الرقبة يعني ادتني اتساع، الاتساع ده اقدر المه بعد كده، ان هو بيبقى على القماش اقدر المه بعد كده، بيديني شكل الكشكشة زي ما حضراتكم شايفين، واركب عليها الكولة البسيطة اللي هي الكول اوفيسيه، كولة مرتفعة برضو بتدي شكل لطيف جدا. برضو الاتساع اللي موجود عندي تحت انا هنا ده ممكن اكون برضو صرفت بنسة الصدر فين، في خط نهاية المنتج بتاعي اللي هو في نهاية البلوزة، فاداني برضو التوسيع اللي موجود عندي. طيب هل ده انا هعمله في الامام بس؟ لا، لازم برضو اكون متخيل معايا الخلف هيكون ازاي، خلف البلوزة هيكون ازاي. يعني انا شفت الموديل ده على الانترنت مثلا، او شفته في مجلة، او شفت حد لابسه، او شفته في التلفزيون حد لابسه، طب انا عايز انفذه، عجبني وعايز انفذه، شايفين، انا هقعد افكر بناء على الباترونات اللي انا شفتها او تبعتها وتصريفات البنسات، بقعد افكر واشوف انا هنفذ او اقدر انفذ المنتج ده ازاي، فهقول انا ممكن استغل بنسة الصدر الاساسية اللي عندي دي واصرفها في مكانين مختلفين، اهو حردة الرقبة الامامية، وفي خط نهاية المنتج، الم اللي فوق يديني احساس الكشكشة، واسيب اللي تحت واسع زي ما هو، زي ما هي حطاه جوه البنطلون نفسه، فاداني الكشكشه التلقائيه او ثنايات القماش بشكل تلقائي، لكن هي مش لماه او مش مضموم بالكشكشه زي ما هو موجود في الرقبه، فاداني فوق احساس او شكل غير اللي تحت خالص. فانا كده استغليت تصريف بنسه الصدر الاساسيه في الاماكن المختلفه دي او في المكانين المختلفين عشان يديني الشكل ده. وزي ما حضراتكم شايفين اتردد معايا زي ما قلنا في الكشكشة الخاصة بالكم، انا اقدر اعمل توسيع فيديني الزيادة في القماش، ولمها بتديني شكل الكشكشة عن طريق الاسورة العريضة دي. طيب انا قدامي الموديل ده قدامي في الامام بس، طيب الخلف هعمله بسيط خالص زي ما هو بيبقى في الكورساج الاساسي العادي؟ لا، طب انا في الحالة دي لو جيت البسه هلاقي فيه عيب، هلاقي الشكل مختلف، فانا لازم اتخيل لو هو مش مديني في المجلة او مش مديني على الانترنت مثلا شكل الموديل ايه، اتخيل انا الشكل من ورا ده هيكون ازاي. طبيعي ادام عندي الزيادة الكتيرة قوي دي قدام، لازم يكون في زي ما قلنا قبل كده في حلقتنا اللي فاتت، في حاجة بتضاهيها او بتكون مناسبة ليها في الخلف، يعني ما ينفعش الزيادة دي في قدام وخلف، لا هلاقي المنتج بتاعي ابعاده مش مظبوطة وانا لابساه مش هيكون مريح، وطبعا في الاخر هيديني الشكل الغير مرغوب فيه. فطبيعي زي ما انا صرفت بنسة الصدر الامامية في الاماكن المختلفة دي في حردة الرقبة وفي نهاية المنتج بتاعي، برضو منساش ان انا عندي بنسة كتف في الخلف واقدر استغلها، صحيح هي برضو مش هتديني الزيادة الجامدة في الاتساع دي، بس هي هتساعدني او هتناسب بشكل ما الاتساع الزياده اللي موجود في الامام، هتعوض معايا الاتساع اللي موجود ده. فانا برضو هتخيل ان انا ممكن وانا بعمل الباترون انا عندي بنسه الخلف الكتف الخلفيه دي، هصرف البنسه دي في الرقبه وهصرفها في نهايه
المنتج بتاعي، فهتديني نفس الحكاية كشكشة في الرقبة الخلفية واتساع في نهاية المنتج بتاعي. يبقى في الحالة دي هيحصل عملية تعادل للمنتج بتاعي، البلوزة قدام وورا، وهتديني الشكل الجمالي زي ما حضراتكم شايفين معايا كده. خلاص. طيب انا بقى في موديل تاني اهو بسيط خالص، ده مجرد ولو تفتكروا معلش انا حابة ارجع للموديل اللي فات، بناء على شكل التصميم انا بختار، او الموديل بختار نوع الخامة نفسها. لو تراعوا كده معايا الخامة اللي مستخدماها عشان تديني الاحساس ده هي خامة الشيفون زي ما حضراتكم شايفين، او ممكن انا استخدم خامة الكريب، تمام. ممكن لو انا عايزة حاجة قطن يبقى قطن خفيف، او ممكن يبقى فسكوز. لازم اراعي شكل الموديل مع نوع الخامة اللي انا هستخدمها. يعني انا ما ينفعش انفذ المنتج ده على خامة الجوخ مثلا، لا طبعا عمره ما هيديني الشكل او التأثير اللي ظاهر قدامي ده. فمعنى كده اختيار الخامة برضو المناسبة للموديل عليها عامل كبير جدا في الشكل العام او المظهر الخاص بالمنتج بتاعي. فخامة الجوخ او خامة الصوف او خامة القطيفة او ايا كان من الخامات السميكة مش هتديني احساس المنتج اللي ظاهر قدامي ده، لأ انا عجبني زي ما هو، وهبقى اقدر اعمل الباترون مظبوط ومتفهماه جدا وعارفة ايه الخطوات اللي همشيها. بس جيت نفذته على خامة مش مناسبة للتصميم، هلاقي المنتج بتاعي طلع بشكل بشع جدا ومش هيكون مناسب معايا. ولو انا فاتح مشروع جديد او لو انا بحاول اسوق لنفسي المنتج، يبقى انا كده قضيت على نفسي من اول خطوة او من اول وهلة. فانا لازم علشان اشتغل في المجال ده او حابب ان انا انفع نفسي واللي حواليا بالمجال ده، لازم اكون لامن بكل المحيط بيا، الخامة، ابعاد الجسم، خطوات رسم الباترون نفسه، وازاي اقدر اتخيل الامام بتاع المنتج او الخلف بتاع المنتج لو هو مش ظاهر معايا. برضو لازم اكون انا متفتح او مدي لنفسي مساحة من الخيال، اتخيل الشكل هيكون عامل ازاي. وزي ما قلنا اهم حاجة المنتج بتاعي يكون ملائم للخامة اللي انا بنفذها عليه، وإلا في الحالة دي مش هيظهر معايا المنتج بالشكل المناسب او اللائق اللي انا عايز اظهر بيه. تمام. هنيجي نشوف المنتج التاني اللي معايا ده. زي ما حضراتكم شايفين هو بسيط خالص، عبارة عن يعني بلوزة او شبه يعني تيشيرت كاجوال شوية. الديكولتيه بتاعت الرقبة واسعة، تمام. هنلاقي ادي الكم بتاعي اللي احنا بنتكلم عليه، الكم الكيمونو، مفيش هنا حردة ابط، اهي موجود عندي الكم والبلوزة قطعة واحدة ظاهرة قدامي اهي. دي ده الشكل الاساسي للكم الكيمونو اللي احنا هنشتغل عليه. طيب برضو حضراتكم لو تشوفوا هي حباها تكون واسعه من فوق وماسكه على الجسم في الجزء السفلي من الجسم. طيب ايه الخامه اللي تناسب المنتج ده؟ لو حضراتكم برضو تشوفوا معايا كده، لو تراعوا هتلاقوا الخامه اللي مستخدماها هي خامه ليكرا، خامه ليكرا مطاطه، يعني بتاخد شكل الجسم، هي بقت مرتخية والخامة ممكن نقول خفيفة او متوسطة السمك، مش هتكون سميكة قوي عشان تديني احساس الليونة او الطراوة اللي ظاهرة معايا دي، وفي نفس الوقت بتاخد شكل الجسم في الجزء السفلي. يبقى انا برضو زي ما اتفقنا لازم نراعي نوع الخامة على حسب المنتج بتاعي. طب لو انا استخدمت خامة من للمنتج ده خامة من خامات النسيج المغزول، هقدر ان انا اخليها على الجسم بتاعي بالشكل او بالتطابق اللي ظاهر قدامنا ده؟ لا طبعا، احنا هنلاقي ان في صعوبة ساعة الارتداء. ممكن استخدمها او انفذ الموديل ده في بخامة تانية، خامة الشيفون مثلا، او باي نوع من الخامة النسيج اللي هو التركيب النسجي، عندي سيدة ولحمة والكلام ده، غير الخامات الليكرا اللي احنا كلنا عارفين ان هي عبارة عن حلقات. ممكن استخدمها خامة الشيفون او الخامة المنسوجة دي في الموديل ده ازاي؟ ان انا اعمل نظام يعني زي مجرى كده، وممكن بيكون فيه حزام خاص بالتدكيك مثلا او غيره، بس برضو هناخد بالنا ان هو لازم هيديني نسبة كشكشة خفيفة من تحت، وإلا مش هعرف البس المنتج. لكن المنتج اللي قدامي ده بالمظهر التطابق اللي موجود في الجزء السفلي منه، لازم تكون الخامة لينة مرنة،
مطاطة فتاخد شكل الجسم بتاعي. فمن الشكل اللي ظاهر قدامي للمنتج انا بقول ان الخامة دي اللي انا هنفذ بيها المنتج ده لو هو عاجبني وهنفذه يبقى لازم تكون خامة لكرة، خامة مطاطة. على حسب بقى الصيف بتاعي، انا في فصل الصيف او في فصل الشتاء بتكون الخامة الليكرا دي مخلوطة بالقطن او مخلوطة بالصوف، على حسبها او على اساسها بنختار الخامة نفسها. زي ما برضو قلنا شفنا في المنتج بتاعي علشان خاطر يديني احساس الليونة الظاهرة قدامي على الجسم ده بتكون الخامة خفيفة او متوسطة السمك، ما ينفعش اجيب خامة سميكة، في الحالة دي يبقى المنتج بتاعي شتوي لكن مش هيكون معايا في الصيف بالمنظر اللي ظاهر قدامي ده. نيجي نشوف بقى مع بعض خطوات رسم الكم الكيمونو او المسمى التاني اللي احنا بنقول عليه الجابونيز. اول حاجة زي ما قلنا كده نراجع بطريقة سريعة مع عن حلقتنا اللي فاتت، قلنا اول حاجة بنعد النموذج الاساسي للكورساج الخاص بالامام، وقلنا ده الشكل بتاعه، حردة الرقبة، خط النص بتاع الامام، خط نهاية المنتج بتاعي. زي ما انا شفت المنتج بتاعي هل هو عند خط الخصر او الوسط بس ولا هو هيبقى طويل شوية على حسب الموديل. عندي خط الجنب، حردة الابط، الكتف بتاعي، وطبعا عندي البنسة بتاعت الصدر لو انا محتاجها. الخطوة التانية ان انا بعد النموذج الاساسي او بجهز النموذج الاساسي لكورساج الخلف، اهو بيبقى ظاهر برضو معايا، ادي الكتف، ادي حردة الابط، ادي خط الجنب بتاعي، خط نهاية المنتج بتاعي سواء كان الخصر او حسب الطول اللي احنا محتاجينه، خط نصف الخلف، وحردة الرقبة. اتفقنا من المرة اللي فاتت ان على حسب طول المنتج او شكل التصميم او الموديل لازم اراعي ان طول الكورساج الخاص بالامام بيكون مطابق او نفس طول كورساج الخلف، علشان خاطر ما يحصلش عندي وانا بجمع اجزاء المنتج بتاعي او اجزاء البلوزة ما يحصلش عندي اختلاف في الاطوال، فببقى مش عارفة هو ده الطول اللي انا عايزاه فعلا ولا ده قصير عنه ولا طويل عنه. فاحنا لازم بنراعي الطول وبنحدد طول الكورساج بتاعي من بداية رسم البطرون، وعلى اساسه بقص الطول يكون الامام نفس طول الخلف، الا في حالة لو انا عندي موديلات بيكون في فعلا في الموديل نفسه او في التصميم نفسه في اختلاف في الاطوال. يعني احيانا بلاقي موديل في الامام اقصر من الخلف، بيبقى في عندي زي جزء كده خلفي ممتد شوية، ففي الحالة دي لا، يبقى انا الموديل بتاعي هو اللي بيقول انا عايز اختلاف في الاطوال. لكن انا بتكلم على الموديلات السيمبل البسيطة اللي هي العادية خالص، زي ما شفنا في الموديلات اللي معانا عندي تطابق في الاطوال بين الامام والخلف، فلازم نراعي ده كويس عشان اقدر ساعة تجميع المنتج يكون مناسب معايا. نيجي بعد كده الخطوة الثالثة، بيقول لي بيعد النموذج الاساسي للكم القطعة الواحدة اللي احنا بنسميه الكم التركيب، زي ما اخدناه في حلقاتنا اللي فاتت ان الكم التركيب ده بنرسمه على حردة الابط الخاصة بالكورساج، وبنحدد الطول اللي احنا عايزينه على اساس الدوران بتاع حردة الابط بنرسم دوران الكم نفسه. نيجي بعد كده بيقول لي عدينا الكورساج، عدينا النموذج الاساسي للكم، بنقلل كمان اتساع الكم. اتساع الكم زي ما قلنا كان بيبقى من عند الرزغ بمسافة 3 سنتي، وده طبعا بيكون حسب الرغبة او حسب الموديل او التصميم اللي موجود قدام. هو بالمنظر اللي قدامي ده الكم الاساسي، الكم التركيب الاساسي خالص او النموذج الاساسي للكم. ادي الدوران بتاع الحرد، وادي الخطوط الاساسيه المنقطه دي هي الخطوط الاساسيه بتاعه الكم، زي ما انتم شايفين كده هي نازله معايا خط عمودي، احنا بنقللها شويه من عند منطقه الرزغ، بدخل يمين شمال كده 3 سم وبدخل من جزئيه الخلف يمين 3 سم، وعدل الخطوط الجانبيه للكم زي ما حضراتكم شايفين كده، فبنلاقي حجم الكم من اسفل من عند الرزغ الاتساع بتاعه. بنيجي بعد كده بيقول لي في حاجات معينه عايزين نعملها في الكورساج سواء كان في الامام او الخلف. طب ايه هي الحاجات دي؟ بيقول لي اول حاجه بيتم تنقيص مقدار 1 سم من خط كتف الامام واضافته لكتف الخلف، وقلنا المره اللي فاتت الكلام ده لما ظهرنا
حطينا قدامنا كورساج الامام وحطينا كورساج الخلف، وقلنا ازاي بنقلل. اهو ادي خط الكتف الاساسي للكورساج الامام اللي هو باللون الاسود، نزلت لتحت جوه الكورساج مقدار 1 سنتي بيبقى من نهاية الكتف، ونفس الحكاية من بدايته. وبعمل خط جديد اللي هو المنقط عندي باللون الاحمر ده، ده الخط الجديد بتاع كتف الكورساج الامام بعد التعديل. تمام، نيجي للخلف. ال1 سنتي اللي انا شلته من الامام هو ده اللي انا هضيفه على كتف كورساج الخلف زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي الكتف الاساسي، خط كتف الاساس بتاع الخلف اللي هو باللون الاسود، شايفين حضراتكم طلعنا من نهايته 1 سنتي، وبرضو نفس الحكاية من عند الرقبة طلعنا 1 سنتي، وعدلنا الخط. بقى عندي خط جديد اللي هو المنقط اللي باللون الاحمر ده، كده الخط الجديد لكتف الخلف الخاص بكورساج الخلف. يبقى انا قللته من الامام وزودته في الخلف. هاجي برضو انا عايز اقفل البنسة الاساسية بتاعه الصدر، وقلنا عشان خاطر نقفلها لازم اصرفها في مكان ما، فاحنا قلنا هنصرفها في نهاية الكورساج بتاعي. فاول خطوة بنعملها زي ما قلنا في حلقتنا اللي فاتت، بمد خط من نقطة نهاية بنسة الصدر لمكان التصريف اللي هو في نهاية المنتج، واقص عليه وعلى اساسه بقفل البنسة. ده اقفل البنسة ازاي؟ شايفين حضراتكم احنا كنا لسه بنقول بجيب الضلع اللي هو اللي ناحية حردة الابط واتنيه او انقله على الضلع الاولاني اللي هو ناحية حردة الرقبة، يعني بتني من الشمال لليمين الضلع الخاص ببنسة الصدر اتجاه حردة الابط يطابق الضلع الخاص ببنسة الصدر على او اتجاه حردة الرقبة، تتقفل بالطريقة دي فالبنسة بتتنقل تلقائي في المكان الجديد. تمام كده، وشلت مقدار 1 سنتي من الكتف، فهنلاقي معانا شكل الكتف بقى اقصر شوية، او شكل الكورساج بقى اقصر شوية، هنلاحظه اكتر من حردة الرقبة. هنا حردة الرقبة زي ما انتم شايفين مرتفعة هنا معايا، اما هنا بقى حجمها قليل، معنى كده ان احنا قصينا منها 1 سنتي اللي كان طلبه مننا تعديل في خط كتف الامام. نيجي للخلف، برضو كان عندي بنسة الكتف الخلفية نفس الحكاية زي ما انا عملت تصريف البنسة في نهاية المنتج بتاعي عشان يزود لي اتساع المنتج، ففي الخلف هعمل نفس الحكاية اهو من نقطة البنسة نهاية البنسة الى المكان اللي انا عايزة اصرف فيه اللي هو نهاية المنتج بتاعي، هقص على الخط ده. تمام، وهنقل البنسة او هقفلها. هقفلها ازاي؟ برضو زي ما حضراتكم عارفين بجيب الخط اللي هو اتجاه حردة الابط على الخط اتجاه حردة الرقبة، يعني المرة دي بقفل البنسة الشمال على اليمين، فتلقائي بتتحول البنسة او بتتنقل البنسة للمكان الجديد زي ما حضراتكم شايفين، والبنسة ادتني الاتساع اللي موجود معايا ده اللي هو بيضاهي الاتساع اللي احنا عملناه في الامام. وزي ما حضراتكم شايفين احنا ضفنا 1 سنتي اللي احنا كنا شلناه من كتف الامام حطيناه على كتف الخلف، فهنلاقي هنا ان الكتف بتاعي او كورساج الخلف بتاعي زاد ارتفاعه، يعني هنا كان في الاساسي اهو واصل لحد هنا طلع معايا لحد فوق اهو بالمنظر ده، زاد طول الكورساج بتاع الخلف. نيجي برضو بيقولي عايزين في بعض التعديلات هنعملها في الكم او في النموذج الاساسي للكم ازاي. بيقولي هيتم تحريك خط منتصف الكم. خط منتصف الكم ده اللي هو الخط الفاصل بين الامام والخلف اللي هو بيبقى موجود عندي على الجسم بتاعي في المنطقة دي هنا كده بطول الدراع، ده كده بالنسبة لي هو خط منتصف الكم. لما باجي اركب الكم علشان يكون اتجاهه مظبوط لازم خط منتصف الكم ده بيبقى هنا في فورت بنعمله بيبقى بيتركب مع خط الكتف بتاع الكورساج نفسه. لما بنخيط الامام مع الخلف واجي اركب الكم خط منتصف الكم ده اللي هو الفاصل بين الامام والخلف بيتركب مع خط الكتف بتاع البلوزة نفسها او الفستان نفسه. طب ليه هيفيدني في ايه؟ بيبقى لو ما تركبش في مكانه مظبوط بنلاقي الكم بيكون فيه لوحة شوية، او لما اجي البسه احس ان الكم ملفوت،
فببقى انا موجوع، مش حاسس يعني مش حاسه بالراحه، وانا لابسه الكم بيكون ضيق عليا من منطقه اعلى ارتفاع الذراع من هنا، ففي الحاله دي برضو بيسهل عمليه القطع بتاعه بسهوله. فاحنا لازم برضو ناخد بالنا من الجزئيه دي لما نيجي نركب الكم مع الكورساج. لازم يكون خط النصف اللي هو بيبقى موجود في نصف الدراع من هنا يكون راكب مع خط خياطة الكتف. هنا بيقول لي احنا محتاجين نحرك خط منتصف الكم ده في نظام الكم الكيمونو. احنا بنحرك خط الكم، هو مختلف عن الكم التركيب، فهنا بيقول لي بنحركه بمقدار قد ايه. بنقول 1 سنتي جهة اليمين، 1 سنتي جهة اليمين. نشوف الكلام ده، ده النموذج الاساسي للكم اهو، بعد ما عدلناه وضيقنا مقدار 3 سنتي اللي احنا قلنا عليه، وده اللي في النص اللي بالاسود ده، ده الخط خط منتصف الكم او الخط الفاصل بين الامام والخلف. بيقول لي الخط اللي هو بالطول ده اللي بالاسود ده عايزين نحركه 1 سنتي جهة اليمين، زي ما حضراتكم شايفينه كده، احنا عاملينه باللون الاحمر والازرق منقط قدامنا. ويبقى انا حركت، بصوا كده، من الشمال لليمين، يعني من ناحية الخلف لناحية الامام 1 سنتي، بيبقى من تحت ومن فوق، وبرسم خط منتصف الكم جديد خالص، فهنلاقي ان حجم الامام قل عن حجم الخلف. تمام، نيجي بقى نشوف في كورساج الخلف بقى نفسه. احنا انا كده جهزت الاجزاء الاساسية بتاعت الكم اللي انا هشتغل عليه، الكورساج الخاص بالامام والكورساج الخاص بالخلف والنموذج الاساسي للكم، وعرفت ان انا محتاج ان انا اصرف بنسة الصدر في الامام، اشوف هعملها فين على حسب طبعا الموديل اللي احنا في مجالنا هنا او في حلقتنا هنا صرفناه في نهاية المنتج بتاعي عشان يديني اتساع من تحت شوية. نفس الفكرة عملتها في تصريف بنسة الخلف، قفلت البنسة ونقلتها في نهاية المنتج بتاعي. عرفت ان انا لازم اعمل بعض التعديلات، وهي ان في كورساج الامام انا محتاج اقلل طول الكورساج شوية، ان انا انقل خط الكتف الخاص بالامام مقدار 1 سنتي لاسفل. مقدار 1 سنتي اللي انا هقصه او هشيله ده بزوده، مش برميه، انا بزوده على كورساج الخلف عند كتف الخلف. معنى كده ان انا بعدل في الخلف، بس المرة دي بعمل ايه؟ بزود في الطول بتاع الكورساج بتاعي، فبزود مقدار 1 سنتي ده اعلى خط الكتف. جينا برضو قلنا هنعمل تعديل بسيط في النموذج الاساسي الخاص بالكم، وهو ان احنا هنقلل الاتساع من اسفل، ان انا ضيقت عند منطقة الرزغ مقدار 3 سنتي من الجهتين، من الامام ومن الخلف، فقللت هنا المساحة، بدل ما كان نازل على وسعه لا انا ضيقته شوية مقدار 3 سنتي في الامام و 3 سنتي في الخلف، فعمل لي شكل جديد لخطين الكم بتاعي. قال لي في تعديل تاني برضو هنعمله، وهو ان انا هنقل خط نصف الكم او منتصف الكم اللي هو الفاصل بين الامام والخلف، هنقله مقدار 1 سنتي جهة اليمين، هحركه، يعني هقلل حجم الامام وهزود حجم الخلف. نفس الفكرة اللي عملناها في الكورساج عملناها في الكم، يعني انا قللت من الكتف 1 سنتي في الامام وزودته في الخلف، فنفس الحكاية عملتها في الكم. ما انا لو جيت سبته زي ما هو يبقى انا مش هعرف اركب الجزئين على بعض، فعلى اساسه انا عملت في الكم، قللت او حركت خط المنتصف ناحية الامام فقللت حجم الامام، والواحد سنتي ده اتضاف للخلف، فيقدر يطابق كل جزء من الكم مع الجزء الخاص بالكورساج، الكورساج سواء كان الامام او الخلف، لان احنا عارفين كويس قوي ان انا عشان خاطر اركب الكم بالطريقة المظبوطة لازم يكون خط المنتصف ده يركب مع خط الكتف، وإلا هيكون الكم راكب بطريقة غير مظبوطة، هيديني شكل غير مرغوب فيه، وهيديني احساس بعدم الراحة اثناء ارتداء المنتج، وفي نفس الوقت هيتقطع مني المنتج باسرع وقت وفي وقت قليل جدا، فمش هبقى استفدت بالمنتج في حاجة. فاحنا لازم ناخد بالنا اثناء تشغيل المنتج، لازم اراعي، هي نقط بسيطة بس بتفرق معايا في جودة المنتج نفسه زي ما احنا عارفين. هنيجي بقى في نموذج الكورساج، بيقول لي اول خطوة هنعملها مع بعض هحدد نقطة 0 1 على خط جنب الخياطة، وهحدد نقطة 4 في نهاية الكتف، وهحدد نقطة 5 عند التقاء الرقبة مع الكتف. ازاي الكلام ده؟ نشوف مع بعض كده. ده الكورساج الخاص بالخلف،
بعد التعديلات اللي احنا عملناها لما قفلنا البنسة ونقلناها في مكان تاني اللي هو في نهاية المنتج وزودنا 1 سنتي اعلى الكتف الاساسي، هنشوف هنا بيقول لي هنحط 0 و1 ده على خط الجنب، هنلاقي نقطة 0 هي نقطة التقاء حردة الإبط مع خط الجنب، ونقطة 1 هي نقطة التقاء خط الجنب مع نهاية المنتج بتاعي. ادي 0 و1 اللي قال لي عليهم. قال لي نقطة 4 محتاجين نحطها في نهاية خط الكتف اللي هي نقطة التقاء الكتف مع حردة الإبط، وهنحط نقطة 5 هي نقطة التقاء الكتف مع حردة الرقبة الخلفية. ده اللي احنا عملناه، يبقى حطينا 0 و1 و4 و5. تمام كده، هو بيسهل عليا بالأرقام علشان خاطر خطوات رسم البطرون زي ما احنا عارفين. هيجي يقول لي هنتحرك من 1 ل2 من نقطة 1 اللي احنا كنا لسه حاطينها دلوقتي مقدار 3.5 سنتي، وبعد كده من نقطة 2 هنقيم عمود من 2 ل3 يتقابل مع امتداد نقطة 0 في نقطة 3. يعني ايه الكلام ده؟ نيجي كده نشوف مع بعض. هو قال لي من 1، شايفين حضراتكم 1 تحت اهي، بيقول لي من 1 ل2 هنتحرك كده لبره 3.5 سنتي. طبعا المسافة اللي هنتحركها بره دي هتكون على امتداد خط نهاية المنتج بتاعي، يعني مش هنمدها في اي اتجاه، لا انا بظبط المسطرة بتاعتي ومدها على نفس على امتداد نفس الخط من 1 ل2، ده مقدار 3.5. قال لي بعد كده هنقيم عمود من نقطة 2 ل3 فوق اهو، بحيث ان هو يتقاطع مع امتداد نقطة 0، فهي 0 هي لو مديت منها خط اتقطعت اهي، يبقى في الحالة دي كده بقت ظهرت عندي نقطة ايه؟ نقطة 3. يبقى انا كده كأني زودت عرض الخلف، عرض كورساج الخلف مقدار قد ايه؟ 3.5 سنتي. يبقى تاني من نقطة 1 لنقطة 2 على امتداد خط نهاية المنتج بتاعي طلعت لبره 3.5 سنتي، وطلعت من نقطة 2 عمود لفوق تقاطع مع امتداد نقطة 0 في نقطة 3. تمام كده، ده معنى الكلام اللي احنا لسه قايلينه. نيجي بعد كده بيقول لي بيثبت قمة نموذج الخلف للكم بحيث يلامس نقطة 4 عند كتف الخلف في الكورساج، ويلامس أسفل الكم الخط 2 و3، وبنسميها في الحالة دي نقطة 6. معنى ايه الكلام ده؟ نيجي نشوف مع بعض. ادي الكم اللي احنا عدلناه الكورساج، لو تفتكروا احنا كنا اتحركنا 1 سنتي ناحية الامام، ادي كان خط المنتصف بتاع الكم الاساسي اهو اللي باللون الاسود، واحنا اتحركنا 1 سنتي ناحية الامام فزاد معايا عرض الكم. تمام، هو بيقول لي خط النصف بتاع الكم خط المنتصف ده اللي هو الجديد بقى، يقصده الجديد، يلامس معايا الكورساج في نقطة 4. نقطة 4 دي اللي هي كانت فين زي ما حضراتكم شايفين ايه؟ اللي هي كانت نهاية الكتف او نقطة التقاء كتف الخلف مع حردة الإبط. هو بيقول لي حطي منتصف الكم مع نقطة 4. طيب ونهاية الكم؟ بيقول لي نهاية الكم دي انا بفضل اميل بالكم بتاعي، بيقول لي لحد ما يلامس الخط 2 و3 اهو، مش ده خط 2 و3 اللي احنا لسه عاملينه، وادي نهاية الكم، ادي الدوران بتاع الكم اهو زي ما حضراتكم شايفين، لامس معايا الخط ده، بيقول لي النقطة اللي لامس فيها سميها لي 6. تمام كده، يبقى انا كده ركبت او وضعت الجزء الخاص بنموذج الكم المعدل بعد اضافة 1 سنتي في الخلف، حطيته بحيث ان خط منتصف يلامس نقطة 4 في الكورساج، ونهايته بتلامس خط 2 و3 اللي احنا لسه عاملينه جديد، وسمينا نقطة التلامس دي نقطة 6، وبقى ظاهر عندي بالمنظر ده. نيجي بعد كده بيقول لي من نقطة 0 لنقطة 7، من 0 ل7 دي بتساوي ايه؟ بيقول لي دي تلت المسافة من 0 لكام؟ من 0 ل1 ناقص 0.5 سنتي. يبقى تاني بيقول لي من 0 ل7 انا عايز انزل من نقطة 0 لنقطة 7، المسافة اللي هنزلها دي قد ايه؟ قال لي تلت المسافة من 0 ل1 واطرحي منها 0.5 سنتي، وبعد كده وصلي 7 ل8 لنهاية الكم. طب نيجي نشوف الكلام ده عملي اهو، ادي نقطة 7. طب انا نزلت المسافة دي بقد ايه؟ بيقول لي اهي من 0 ل7 دي المسافة اللي انا نزلتها لتحت دي تلت المسافة من 0 ل1. فاكرين النقط الاساسية اللي احنا كنا حاطينها في الاول على خط جنب الكورساج بتاع الخلف؟ ادي 0 فوق وادي 1. قال لي قيس المسافة دي كام وهاتي لي تلتها، تلتها ده هي تبقى نقطة 7.
خلاص حطيتها 7. بعد كده قال لي وصلي 7 ل 8 اللي هي في نهاية الكم بتاعي اهي، بقى نقطة 8 دي هي في نهاية الكم عند عند خط الايه الرزغ اهو، يعني كأني عدلت خط الخط السفلي للكم اهو، يبقى وصلت بعد كده من 7 ل 8 بخط مستقيم. يبقى من 0 ل 7 دي تلت المسافة من 0 ل 1، وكمان نقصت منها 0.5 سنتي. يعني وليكن لو المسافة من 0 ل 1 دي 9، تلتها يبقى كام؟ يبقى 3، ونقص 0.5 سنتي يبقى كام؟ 2.5. يبقى انا نزلت المسافة دي وليكن 2.5 سنتي. احنا بندي مثال، دي مش ارقام حقيقية، احنا بندي مثال. بعد كده قال لي حطيتي 7 عند مسافة 2.5 دي، وصلي 7 ب 8 اللي هي موجودة عندك في نهاية الكم عند خط الرزق. وديني عملت خط نهاية للكم جديد. خلاص نيجي بعد كده بيقول لي المسافة من 7 ل 9 دي بتساوي قد ايه من المسافة من 7 ل 10 اللي هي بتساوي 6 سنتي. تاني، المسافة من 7 ل 9 هي نفس المسافة من 7 ل 10 اللي هي 6 سنتي. وبعد كده وصلي لي من 9 ل 10 باستدارة، يعني بدوران. طب نيجي نشوف الكلام ده يعني ايه. ادي نقطة 7، بيقول لي وصلي لي يعني قيسي لي المسافة من 7 ل 9 دي اللي هي لتحتيها، بتكون نفس المسافة من 7 ل 10 اللي هي على الخط الجديد بتاع نهاية الكم اللي احنا لسه عاملينه. يبقى هنزل المسافة من 7 ل 9 لتحت نفس المسافة اللي من 7 ل 10 على اتجاه اليمين، قد ايه؟ قال لي 6 سنتي. يبقى انا همشي 6 سنتي يمين وهنزل 6 سنتي لتحت. خلاص، ودي كده هنا على الكورساج تبقى اسمها 9، وعلى الكم بنسميها 10. وبعد كده اوصل بين 9 و10 باستدارة خفيفة اللي هو بدوران خفيف زي ما حضراتكم شايفين كده معايا. نبقى تاني، انا نقطة 7 نزلت من 0 ل 7 دي كانت تلت المسافة من 0 ل 1 ناقص 0.5 سنتي. وبعد كده وصلت 7 ل 8 بخط مستقيم اللي هو في نهاية الكم عند خط الرزق. بعد كده نزلت من 7 ل 9 نفس المسافة من 7 ل 10 اللي هي 6 سنتي، يعني نزلت من 7 ل 9 6 سنتي، واتحركت يمين من 7 ل 10 6 سنتي. وبعد كده وصلت 9 ب 10 دي بدوران خفيف. تمام كده. هاجي بعد كده بيقول لي المسافة من 4 ل 11 بتساوي 1.5. دي سهلها عليا بدون حسبة وبدون اي حاجة. قال لي هتتحركي من نقطة 4 لنقطة 11 1.5 سنتي. وبعد كده وصلي 5 ب 11 ب 12 عند الرزق. نشوف الكلام ده. اول حاجة 4 ب 11، ادي نقطة 4 اللي احنا كنا حاطينها عند نقطة التقاء نهاية خط الكتف مع بداية حردة الابط، دي اللي سميناها 4. قال لي اطلعي لفوق فوقيها بالظبط عند نقطة 11، المسافة دي تكون 1.5 سنتي. تمام كده، يبقى من 4 ل 11 دي مسافة الأعلى 1.5 سنتي. جه بعد كده قال لي وصلي 5 ب 11 ب 12 اللي موجودة عندك في نهاية الكم أهو، كأني عملت خط كتف وخط نصف للكم جديد. تمام كده، يبقى تاني من نقطة 4 طلعت ل 11، رقم ثابت معايا 1.5. بعد كده قال لي وصلي 5 اللي هي موجودة في نقطة التقاء الكتف بتاع الخلف الجديد مع رقبة الخلف، وصلي 5 ب 11 اللي انت لسه طلعها بمقدارها 1.5 دي مع 12 اللي موجودة في نهاية الكم بتاعي. تمام، وبالخط ده يبقى انا عملت خط جديد لحرد لخط منتصف الكم، وفي نفس الوقت خط الكتف بتاعي. هيظهر معايا المنتج بالشكل ده بعد ما بطلعه بالشكل الصافي. ادي كده بقى ظاهر عندي الكم الكيمونو. نفس الحكاية في كورساج الامام والنموذج الكيمونو الخاص بالامام، هعملها بنفس الخطوات بتاعتنا، نفس خطوات الخلف، وفي الاخر هيظهر لي المنتج بتاعي بالشكل ده. يبقى انا في الحالة دي قدرت اعمل كورساج خاص بالامام والخلف على الموديل الكيمونو. عرفت ازاي اقدر اصرف البنسة، ازاي هقدر
انزل بالواحد سنتي في الكورساج الامام وازوده في الخلف، ازاي اقدر ارحل خط منتصف الكم مقدار 1 سنتي في الامام، ففي الحاله دي زاد الخلف عن الامام 1 سنتي. وعرفنا الخطوات اللي انا هركب فيها اجزاء الكم مع الكورساج سواء كان الامام والخلف، وازاي اقدر اعدل خط الكتف مع خط منتصف الكم، وازاي اقدر اعمل الدوران الخفيف اللي موجود عندي في نهاية الكم علشان خاطر يظهر لي على شكل المنتجات اللي احنا بيناها في بداية الحلقة بتاعتنا. ارجو تكونوا استفدتوا معانا في حلقتنا النهاردة، وان شاء الله على وعد بلقاء اخر نكمل فيها باقي نوعيات الاكمام، ونكمل مع بعض كمان الاكوال الخاصة بالتيورات سواء كان الكول الشال او الكول تيير. إلى اللقاء على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.